السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي اخوتي واصدقائي، اهلا مرحبا بكم في اول قناة عراقية لتعلم العود والغناء العربي. معكم زياد هادي في معهد الدراسات الموسيقية، الأستاذ لآلة العود والنظريات. أشرب بكم أجمل ترحيب، واليوم إحنا نتمرن على أحد التمارين المهمة لمقام البيات. هذا التمرين مهم جدا ويحتاج إلى أنه تبدي به وتتمرن به حتى تقدر تفرق بهذا المقام لمقام البيات، حتى يكون عندك تفرقة بينه وبين بقية المقامات. أرحب بكم أجمل ترحيب أخواني، وأحب أؤكد قبل البدء بموضوع مهم، وهو الدورات الموسيقية اللي هي عبارة عن 8 محاضرات شهريا مقابل أجر أونلاين عبر التطبيقات. أرحب بكم أجمل ترحيب وأهلا وسهلا بكم، وموجود في صندوق الوصف الهاتف تحت الفيديو وأيضا موجود على الشاشة. نبدي نشوف أمامكم هذا التمرين اللي هو تمرين مقام البيات، وشوفه قدامكم راح ينعزف حتى يصير تقوية للأصابع، فراح يصير أدنى لا سي لا صول لا سي سي لا ري دي نا. أنا أيدي لا سي لا صول لا سي دوري دو سي لا اس لا صول لا صول فا صول لا سي دو سي لا صول فا مي ري ري صول صول فا لا ري صول فا صول لا فا اس دو فا فا مي فا دو فا مي فا صول مي ري مم مي فا صول فا مي فا صول فا مي ري اس فا مي ري دو ري مي صول فا مي ري فا مي ري. إذن هذا أمامكم، شفتوا التمرين، وأتمنى أنه كان واضح طريقة وعملية التمرين في آلة العود. أتشرف بكم مرة أخرى، وهذا التمرين جدا مهم، مهم لكم طبعا لأنه يعلمكم الفرق والتفريق بين المقامات وبين مقام آخر، خاصة هذا مقام البيات يحتاج لإشباع، وأيضا يعلمكم الريشة المقلوبة. لذلك يبدي فيه يصير لكم أخواني وأعزائي، وشكرا لاشتراككم في هذه القناة، ولا تنسون الاشتراك بدورات الأونلاين بثمان محاضرات شهريا لتعلم الغناء وأيضا تعلم العود وفق الدراسة الأكاديمية. وأهلا وسهلا بكم، ولا تنسون اشتراك واللايك، ورقم الهاتف للاتصال بخصوص الدورات موجود في صندوق الوصف وأيضا موجود على الشاشة. تحياتي لكم ومع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.